طبعا زيارتي اليوم للملعب هو كان المفروض انه تكون كنا متفقين انه باكر انه يكون اللقاء اول مره في الوزاره حتى اطلع على كافه التصاميم الجديده للمقصوره الرئيسيه، ولكن اليوم تواصلت ويا الاخوان الشركه المنفذه وايضا مع الدائره الهندسيه في الوزاره وايضا مع المهندس المقيم، وصارت الزياره اليوم بدل عن امس للاطلاع على كل التفاصيل. زيارات متكررة. إيه. وبالتالي انه اطلعنا عن يعني دا اشوف التصاميم ومدى تطابقها مع الواقع. لا مو مع العمل المنجزي، مع الواقع. نعم. وبالتالي هنا هسه اكو بعض الملاحظات، والتصميم طبعا تصميم جميل جدا وراح ينطي اضافه كبيره لهذا الملعب العملاق الحقيقه. وبالتالي يعني هذا الملعب انا اعتقد ان شاء الله خلال يعني خلال شهرين يفترض انه تكمل كل فيما يخص بعض الفقرات اللي كانت فيها بعض النواقص اللي موجوده واللي ثبتناها من خلال لجنه مشتركه بيننا وبين الشركه المنفذه وبين الاخ فلاح منفي، واعتقد هم ماشيين الان يمشون يعني بطريق سريع وبجديه كامله فيما يخص العمل في الملعب. واعتقد ان شاء الله يكون يعني منا الى نهايه شهر 6 او في النصف الاول من شهر 7 يكون كل الاعمال منجزه وان يكون الملعب جاهز ان شاء الله للافتتاح، وهذا ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين الاخ فلاح منفي ويا الدار الهندسيه في لقاء قبل العيد وياهم. وكرر انه ان يعني هذا في التصاميم الحديثه اللي استغلناها للمقصوره الرئيسيه للملعب ان شاء الله بعد ما تنجز راح تكون اكد انه راح تكون اضافه مهمه لهذا الملعب العملاق واللي انا اعتبره واحد من الملاعب الجميله اللي موجوده في بلدنا الحبيب ان شاء الله. وان شاء الله هذا الملعب راح يتم افتتاحه خلال 3 أو 4 أشهر القادمه بالاتفاق مع ان شاء الله مع جهات دوليه اللي تحضر الافتتاح ان شاء الله.